السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة بلتلي، بنصور لكم شقة 3 غرف صالة. مساحة الشقة 170 متر مربع، الدور السادس، شقة رقم 16. ندخل نشوف الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا المدخل هنا زي ما احنا شايفين، على يميننا على طول عندنا دواليب الاحذية والعبايات. طبعا عندنا المدخل. الشقة معروضة للبيع مع الأثاث في منطقة بلتلي، 3 غرف صالة. مساحة الشقة 170 متر مربع. نجي على اليسار على طول عندنا الصالون، ما شاء الله تبارك الله، أثاث جميل جدا، ألوان متناسقة، طاولة الطعام، وعندنا طقم الكنب، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وعلى البحر. عندنا هنا الإطلالة الجميلة هذه من الصالون، إطلالة على البحر وعلى الطبيعة. طبعا عندنا المنطقة هذه حيطلع فيها خط ربزون الجديد، الدائري الجديد، اللي هو موازي على طريق الساحل. طبعا الشقة فيها عدد 4 مكيفات سبليت، بالإضافة إلى شاشات، عدد 4 شاشات. نطلع نشوف البلكونة. طبعا البلكونة هذه مشتركة ما بين المطبخ والصالون، برضو مساحة جيدة جدا، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة، أيضا لها إطلالة جزئية على البحر. طبعا هذه إطلالة البلكونة. الشقة في منطقة بلتلي، نظام التدفئة فيها تدفئة مركزية عن طريق الغاز. الشقة داخل مجمع سكني متكامل، فيها كاميرات مراقبة، حراسة أمنية، مواقف سيارات، ألعاب أطفال، جلسات عائلية. نجي نشوف المطبخ، برضو إطلالتها جميلة جدا على الطبيعة. ونكمل معاكم نشوف تفصيل الشقة. على اليسارنا على طول الغرفة الأولى، برضو بمساحة جيدة ما شاء الله. طبعا الشقة معمول لها بالكامل ورق جدران، تصميم خاص. طبعا عندنا دورة المياه الأولى تخدم الشقة ككل. عندنا الشطافات والشفاط. نجي للغرفة الثانية، غرفة الأطفال، برضو معمول لها ورق جدران خاص، إضافة إلى مكيف دواليب. ومقابلها على طول دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة ككل. طبعا فيها البانيو وفيها جاكوزي. عندنا هنا الجاكوزي، المروش، المغسلة، غرفة المياه، الله يكرمكم. وأخيرا نجي لغرفة النوم الرئيسية. هذه غرفة النوم الرئيسية، لها بلكونة خاصة فيها، بالإضافة إلى مروش وغرفة تبديل الملابس. طبعا المنطقة هذه غرفة تبديل الملابس، وعندنا هنا مروش خاص لغرفة النوم الرئيسية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.